طيب طب وانت تتحدث هنا يعني دكتور اديب عن يعني التاثر الخاص بالاقتصاد تحديدا، يعني ربما روسيا هي اول الدول التي تاثرت اليوم بتراجع يعني سعر الروبيل فيها، حيث وصل يعني لهذه للمره الاولى لسعر اقل من 86 روبل للدولار الواحد، يعني كيف ترى ذلك؟ هذه ليست اول مره يصل فيها الروبل الى مثل هذه المعدلات، سبق للروبل ولاسباب اقل اهميه واقل قيمه ان وصل الى 96 روبل وسرعان ما كان يتراجع، ولكن يجب ان نعلم انه من الخطا الاعتقاد ان روسيا التي اعدت لهذه المواجهه منذ سنوات هي لم تحسب بدقه تداعيات هذا الموقف وهذه الأزمة الدولية. روسيا كما قلت قادرة على احتواء تداعيات العقوبات الغربية والتعامل معها، وهي تمتلك من القدرات الاقتصادية والمالية ما يكفي لمعالجة الأزمات التي ستنجم عن هذه المجابهة الكبرى بينها وبين الغرب. وبالحقيقة يعني لدى كل العقلانيين في هذا العالم أمل في أن يقوم العقلاء في الغرب وفي روسيا بمراجعة مواقفهم من أجل يعني احتواء هذه الأزمة والتوقف عند حدودها الأدنى والحيلولة دون دخول بحرب. دكتور يعني دكتور أديب، خليني أتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة تحديدا، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي والغرب، كيف يمكن أن يحتووا هذا الموقف، خاصة إذا نظرنا لكلمة أو تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن ما يحدث في أوكرانيا أمر مروع، والاتحاد الأوروبي أيضا صرح بأنه سنحاسب الكريملين على الهجوم على أوكرانيا، كيف يمكن أن يحتووا هذا الوضع؟ بالحقيقة أعتقد أن الحل يتمثل في منح روسيا حزام أمان. روسيا طالبت بضمانات أمنية، هذه الضمانات الأمنية يمكن أن نطلق عليها بالعربي اسم حزام أمني يحيط بالحدود الروسية من كافة الجهات، بحيث لا يتم بأي صورة من الصور قبول عضوية أوكرانيا في الحلف الغربي، ولو كانت أوكرانيا والحلف الغربي قد أعلن على الملأ أنهم ليسوا في وادي قبول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لكان الوضع هذا اليوم مختلفا عما هو عليه. روسيا تطالب باحترام نفوذها في الفضاء السوفيتي السابق لأسباب أمنية بحتة، يعني لا يمكن لروسيا أن تقبل أن يقوم حلف الناتو بإنشاء قواعد صاروخية في الأراضي الأوكرانية قادرة على إصابة أهداف استراتيجية جوهرية خلال 3 دقائق فقط في عمق الأراضي الروسية. روسيا لا يمكن أن توافق أن تظهر هناك دول معادية لها في الفضاء السوفيتي السابق تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لها. امنحوا روسيا حزاما أمنيا، توقفوا عن التوسع شرقا وعدم الاقتراب من الحدود الروسية، توقفوا عن الاستفزازات التي كان يوميا يقوم بها الطيران الغربي في الأجواء الروسية وفوق المياه الإقليمية. من هذه الأسباب وهذه القضايا ممكن أن تساهم في التوصل إلى إيجاد حل سريع للنزاع. لو أبدأ حلف الناتو وواشنطن مرونة في التعامل مع المطالب الأمنية الروسية بدلا من الادعاء بأن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام الاجتماع أمام الجميع أمام أي راغب في الانضمام إلى حلف الناتو. حلف الناتو برهن للروس أنه حلف معاد لهم، بالمناسبة لم يبرهن فقط يعني قولا، بل أدرج روسيا على أنها عدو في العقيدة العسكرية لحلف الناتو. فماذا في ظل هذه الأوضاع ماذا كان يتوجب على الروس أن يفعل؟ أن يجلسوا مكتوفي اليدين؟ أعتقد أن القيادة الروسية الحالية ما كانت تقبل بمثل هذا الوضع. لكن دعيني أوضح فكرة بسيطة، مع تقديري واحترامي للدكتور ضيفكم في القاهرة، أنا قلت أن من شأن
هذا النزاع لو تدخلت فيه الآن قوى خارجية، وكما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة تدخل قوى خارجية أو أي طرف تسول له نفسه أن يحاول أن يردع روسيا، هذا سيؤدي تلقائيا إلى مجابهة عالمية واسعة النطاق لا يستحال معها اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية، لأنه إذا قام الطرف الغربي باستخدام قنابل وزنها 10,000 طن، من يعطي ضمانات بأن مثل هذا النزاع لن يتوسع؟ من يعطي ضمانات بأنه يمكن السيطرة على النطاق الجغرافي والجيوسياسي؟ واضح فكرتك دكتور أديب.